بعد كده لو انت شايف ان ده تمام تمام، لو احتجت انك انت تعمل هوت سبوتس حط اكسبوجر تمام، وممكن نرفع الاكسبوجر ده سنه بحيث يعمل هوت سبوت بالشكل ده. الجاما لو قللناها شويه هنركز الافكت حوالين الكور بالمنظر ده. جاي نعمل زيرو هنلاقيه بالمنظر ده. بالمناسبة الجاما سنسيتيف قوي زي ما انتم شايفين تمام. افتكر الفرق واضح، انا شايف ان هي كده بنت حلال و 100 فل و14. جميل جدا. بعد كده اخر خطوة لو احتجت تمام هحط هيو ساتوريشن تبقى قبل الاكسبوجر عشان الاكسبوجر يعمل بلو اب للكلر كله على بعضه. ممكن ندي ساتوريت شويه، وممكن لو انت عايز تعمل كلرايز هتقوم قايل له كلرايزيشن وتقوم مزود ده. يا نهار ازرق، لا خليه 50 مثلا. وهنا براحتك بقى يعني، ممكن تاخد كده، ممكن تاخد كده، ممكن تطلع لقدام فنخش في الاورانجات كده مثلا كده بقى يعني براحتك. انت هنا بقى عندك توتال كنترول على حتى الكلر. فخليني كده ويا دوبك هدي ساتوريت سنه كده. لو جينا نشوف افتكر كده اظرف. فاضل حاجه لو انا عايز اعمل ترافلنج سترايكس. طب تتعمل ازاي؟ قبل ما نقول تتعمل ازاي الاول انا عايز اروح ل الهوت سبوت دي واقوم واخدها هنا كده، وده هي هتبقى اد واضغط اس، ولما هعمل سكيل هلاقي الهاله دي. فانا هعمل كده واقوم رايح لكيرفز وبس، هاخد دي شويه كده واطلع الهوت سبوت اللي فوق بالمنظر ده كده، وهاخدها طبعا هنا مع الاوريجن بحيث يبقى ده سورس لللايت دي. مش عارف في حاجه يمكن قد تكون غبيه شويه خلاص. بس لو جينا عملنا هنا كده وده الاوريجن مظبوط، طب لو انا خدت دي تحت لي وجربت بس ان انا اعمل لوك للإفكت هنا واضغط الت كليك على البوزيشن بتاع السوليد دي او اللير اللي انا نزلتها دي، وهاخد البوزيشن بتاعها مع البوزيشن بتاع الاوريجن تمام. مش عارف هيبقى ظروفها ايه تمام. فنشيل دي كده وافتكر بالمنظر ده مظبوط لزقت في نفس المكان اللي فيه الاوريجن. لو حركنا الاوريجن السوليد دي هتتحرك، فاحنا ممكن حتى نعمل كلوز للويندو دي. على فكره لما بتقفل القفل ده لو انت فتحت اي سوليد ثانيه كده دي ممكن اشتغل هنا. لو انا كده الفيور ما بيتغيرش تمام. فانا هنا لو انا رحت للاوريجن دي حركتها في اي حته زي ما احنا شايفين السوليد هتروح معاها في اي حته يعني. كده لا فوق تمام، ونشوف الدنيا هنا عامله ازاي. بيرفكت، حلو قوي. جميل جدا كده. طيب كده حلو قوي. انا عايز ارجع لدي بقى واريست مش اريست يعني اخد الاوريجن في مكان طبعا هي مش ظاهره معايا هنا، فانا هحرك
اكس مثلا كده، بحيث تبقى في مكاننا. زي ما قلنا احنا عايزين نعمل ترافلنج سترايك، نشيل دي. نعمله ازاي؟ قبل ما نعمله احنا محتاجين قوي 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 نعرف الكات بوينت بتاعي فين، او الماسك قاطع فين. فهعمل كنترول ار عشان اجيب الجايدز، ومع شيفت عشان اعمل سناب لمكان بالظبط القطع. هي زي الاوفست، حاجه شبه افكت الاوفست كده. كنترول ار واشيلها تاني عشان يبقى الفيور عندي مظبوط. تمام. بعد كده اللي هيلزمني اعمله ان انا اروح ل لير سوليد سيتنج، وهخلي السوليد دي 2048 واعمل اوكي بالشكل ده. طبعا اللي حصل ان الماسك نزل، فهكي فريم هاخد الماسك وشيفت وارجع الماسك تاني مكان مكان. ليه؟ لان مهم قوي 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 يفضل مكان ما هو موجود، لان لو اتغير هنا الكونتاكت بوينت دي هتتغير، وده اللي احنا مش عايزينه. تمام. هرجع هنا وهروح لام وهقول له الماسك ده بنن نن بس عشان ابقى شايف. دي اخدها هنا كده بس عشان ابقى شايف بس مكانها مش اكتر. خلاص. ودي هعمل يو واخدها مثلا في حته هنا كده. خلاص. اللي هيحصل بقى دلوقتي انا هكي فريم الاوريجن، حتى الاوريجن مش هتبقى يعني للدرجه، بس عموما كنترول ار تاني، كنترول ار، وهاخد ده هنا على الاقل ابقى عارف انا فين. تمام. يبقى كده هكي فريم الاوريجن، وهضغط ام وكي فريم الماسك باث، واضغط بي وكي فريم البوزيشن. لو ضغطت يو هلاقي دول الاربعه كي فريمز. طيب اللي هيحصل ان انا هروح لاخر فريم وهاجي في البوزيشن كاني بنزل السوليد لتحت بالشكل ده كده. خلاص. وهاجي في الاخ ده واخد الاوريجن تقريبا لمكان ما كانت، ودي تمام برضه مكان ما كانت، والماسك برضه للمكان اللي كان فيه. زي ما قلت ده اهم واحد فيهم، فعلا اهم واحد فيهم، لان اللينير وايب قاطع على اساس المكان ده. هعمل كنترول ار، او مش كنترول ار، همسك ده وارفعه لفوق اشيله، وده ارفعه لفوق اشيله، وارجع للماسك واخليه اد زي ما هو. تمام. لو جينا نشوف بقى الافكت ده هنلاقي كان البتاع نفسه، البرق نفسه بيعمل ترافلنج، يعني بيطلع لفوق. هي الفكره ان احنا نزلنا السوليد تحت وطلعنا الاوريجن والدايركشن لفوق، بس حركه عكس الثانيه ادتك افكت زي ده. بس في نقطة بقى مهمة قوي، بصوا كده هنا 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 اهو هنا اهو هنا اهو قبل اخر فريق ده اهي ده اهي، دي في التيرمينيشن ثريشولد. لو عملناها 7، طب نشيل بس الماسك 6 بس كده. تمام. فنخلي بالنا بس من شوية الحاجات الخفيفة. لو جينا نشوف هنا نرجع كده 0، اللي حصل بقى السوليد دي بقى فيها مشكله، الهوت سبوت دي. وعندنا خطأ تاني على فكرة، ان كل الكونتاكتس بوينت راحت، وده شيء طبيعي. تمام. طيب لو رحنا هنا هضغط يو تمام، او هعمل كنترول دي للسوليد دي
هقول لك على حاجه اظرف، هنشيل دي لان انا تقريبا ما حطيتش الماسك في مكانه. فهقول لكم اللي حصل دلوقتي. افتكر ان لو رحنا لسوليد زي دي وجينا عملنا كده، فعلا اللينير وايب متغير زي ما انتم شايفين، اللينير وايب متغير. فكل الحكايه بس ان احنا هنقلل بس سنه بالظبط كده، وده اهي نفس الموضوع مش قوي، سنه بسيطه. شفتوا على فكره الفرق؟ يمكن مش عايز اقول لكم كام بيكسل، بيكسل بس هو اللي عمل القصه دي. البتاع دي مش هتعمل لنا حاجه. فلو جينا عملنا كده هنلاقي الافكت بتاعنا بقى فيه موفمنت دلوقتي كانه طالع لفوق. يمكن هو سريع شويه، فالسرعه دي لو عملنا يو او عملنا اي 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 افتكر من دي كده هتبقى الدنيا اهدى شويه. بالظبط افتكر كده الدنيا كويسه جدا. ده كده السكشن ده افتكر كده خلص، اللي هو بتاع اللايتنج. نشوف بس الفاينل ريزلت، هنلاقي نتيجه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. في السكشن التاني او في البارت التاني بتاعنا هنتكلم على السكاي. اشوفكم على خير.